السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في قناة ماي واي الأردن. اليوم راح أفرجيكم منتج معروف من منتجات ماي واي، اللي هو شامبو ماي هير بزبدة الشيا. هذا هو الحجم الصغير، 200 مل من الشامبو. هذا الشامبو معروف يعني بأنه غني بزبدة الشيا، بيعمل على حمايته وفك وتشابك الشعر، وبعطي الشعر كثافة كمان. طريقة الاستخدام انه ضع قليل من الشامبو على الشعر المبلل ودلكي جيدا، ثم اشطفي الشعر جيدا يعني زي اي شامبو يستخدم. وزي ما انتم شايفين هون المكونات، في ناس كتير بتسألني انه في صوديوم سلفيت. موجود في صوديوم سلفيت، يعني ما بينفع للشعر البروتين والكيراتين والمصبوغ، يفضل انه نستخدم شامبو خالي من صوديوم سلفيت. هاي زي ما انتم شايفين مجموعة ماي هير كبيرة، يعني فيها شامبو ماي هير الحجم 200 مل، وفي الحجم الكبير 660 مل. في كمان عنا حمام كريم ماي هير، وفي عنا كريم ماي هير. حمام كريم يستخدم بعد الحمام، بنحط على الشعر وبنرجع بتغسل، وكريم ماي هير بنحط بعد الحمام وبيضل على الشعر، يعني ما بنغسل بعد الحمام. زي ما حكينا زبدة الشيا معروفة بفوائدها، وكويس كتير للشعر الجاف واللي فيها يشع. شكرا.